الحسد، حسدتي مين قبل كده؟ لا ما عنديش حسد، لا بأؤمن بيه اللي عليا، يعني كل ما حد يشوفني يقول لي انت محسوده وانت طلتك ودخلتك، وعمري ما امنت بالحسد، ما اعرفش ليه. بيقولوا لك ايه على طلتك ودخلتك؟ لا يعني دايما انت عارفه انا احب اشوف الفنجان والكلام ده، فواحده تقول لي انت محسوده، انت مش عارفه ايه، خدي البسي خرزه زرقاء، اعملي الكلام اللي بيتقال لنا كلنا يعني. ليه بتحبي تقري الفنجان ليه؟ لا بحب اقرا، بس بحب اقرا الفنجان بانتظام، يعني مش كل يوم، بس مثلا كل 7 8 شهور كده بحشي فنجان. واحده تجيلك تقرا لك الفنجان، واحده مختلفه مش هي لو حد قال انا بشوف الفنجان ليه، لانه انا معتقده انه اللي بسمعه من الفنجان انا اللي بحققه، هي مش صدقه ولا صدف ولا صدق. انا عاوزه حد يقول لي حاجه فانا يزقني كده، السبكونشس بتاعي أيوة يحققها. ايه اتقالك في الفنجان وتحقق؟ لا في حاجات كتير اتقالك. زي ايه؟ دي لسه واحده من اسبوع قالت لي في تليفون هديه هيجي لك، انا قلت ايه الهبله، تليفون ايه وبتاعي، وانا يعني مستنيه تليفون؟ لقيت حد بعت لي تليفون هديه، استغربت جدا، لان انا يعني انا بكلمك على حاجات بسيطه يعني. لا في حاجات كتير بتتحقق. زي ايه تاني؟ لا يعني مش حاضر افتكر، لانه ممكن تكون حاجات صغيره. ايه رايك في ليلى عبد اللطيف والتنبؤات اللي بتقولها؟ مش عارفة، أنا يعني مع احترامي لليلى أنا عرفتها شخصيا وشافت لي مرة من، بس عمر ما قالت لي حاجة اتحققت بأمانة يعني. يعني مش تقليل منها، الله أعلم هي بتجيب الأخبار منين، الله أعلم يمكن معايا أنا ما عرفتش تقول لي حاجة، بس أنا اتقابلت معاها في لبنان من زمان قوي وقالت لي حاجات كتير، والحقيقة ولا حاجة منها اتحققت. ولا حاجة منها اتحققت.